أحس بحرقة في داخلي ولا أستطيع التحمل، أكاد أن أموت. وكأنني أتركك لأول مرة. أساساً لم نلتقي تورغوت. هل انتظار الحبيب طوال الوقت أمر سهل بالنسبة لفتاة مثلي؟ أنا لست منزعجة لأنك ذاهب الآن، ما يزعجني هو أننا لا نلتقي، وكلما قلنا نريد أن نتزوج أجل الموضوع. أعدك هذه آخر مرة يؤجل. لا أعرف إن كنا سننجح في المهمة، لكن أعدك سنتزوج حين أعود وسنكون مع بعضنا، وسيقولون آيكوز وتورغوت تزوجوا من بعضهم أخيرا، وستدق الطبول لأيام، وكل البنات في المخيم سيزفون أجمل فتاة لعريسها، وسوف ينظرون إليها وينتظرون دورهم، وسيموتون من الغيظ عندما يرون أجمل فتاة تذهب لخيمة حبيبها.